بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم إن شاء الله لطلاب الصف الأول ثانوي، درسنا هو إثبات علاقات بين الزوايا الجزء الثاني. معكم الأستاذ معتصم الجهني. هذا الدرس من إعداد الأستاذ يوسف بن علي الزهراني. أول شيء يا شباب نبدأ في درسنا لهذا اليوم هو الأهداف. نشوف أهداف درسنا يا شباب لهذا اليوم. من أهداف درسنا إن شاء الله لهذا اليوم هو كتابة براهين تتضمن زوايا متطابقة وزوايا قائمة. يعني الهدف الأول عندي إني أنا أكتب براهين تتضمن زوايا قائمة وزوايا متطابقة. ممتاز. لو نلاحظ الأشكال اللي أمامي هنا، يقول لي إذا كانت الزاوية الأولى تطابق الزاوية الثانية، إذا كانت الزاوية الأولى تطابق الزاوية الثانية وكانت الزاوية الثانية تطابق الزاوية الثالثة، فإن الأولى راح تطابق الثالثة. هذه الخاصية يا شباب راح أسميها خاصيتين، راح نطلق عليها خاصية، يعني أنا أقدر أختصر الثلاثة مع الثلاثة ويوصل لي عند الزاوية 2 تطابق الزاوية 1. إذا هذه الخاصية تسمى بخاصية التعدي، نسميها خاصية التعدي. ممتاز. لو جينا مع بعض وشفنا نظرية أخرى اللي هي نظرية الزاويتين المتقابلتين بالرأس، يقول لي الزاويتين المتقابلة بالرأس متطابقة. مثال، عندك الزاوية هنا 1، شايفين الزاوية 1 تطابق الزاوية مين المقابلة لها اللي هي الزاوية 3. إذا الزاوية 1 مقابل الزاوية 3، إذا أطلق على الزاوية 1 والزاوية 3 أقول إنها زوايا متطابقة. عندي أيضا هنا الزاوية 2، وعليكم السلام ورحمة الله يا أحمد ويا عبد الله، وأيضا الزاوية 2 هنا، هذه الزاوية 2 مع الزاوية 4، هذه الزاوية 4 أيضا أقول إنها زاويتين متطابقة، والسبب إنها زاويتين متقابلة بالرأس. يعني أي زاويتين متقابلة بالرأس راح أقول إنهم متطابقين. ممتاز. طيب نشوف عندي مثال هنا، يقول لي إذا كانت الزاوية 1 والزاوية 2 متقابلتين بالرأس، أعطاني قياس أو مقياس الزاوية 1 وقال لي تساوي X، وأعطاك مقياس الزاوية 2 وقال لك تساوي 228 ناقصا 3X، وأوجد مقياس 1 وأوجد مقياس 2. طيب ما دام أنا عندي وقال لي يا حبيبي إنه هذا السؤال 1 و2 متقابلين بالرأس، طيب ممتاز. ما دام قال لي إن الزاوية 1 والزاوية 2 متقابلين بالرأس، إذا راح تكون الزاوية 1 و2 إيه؟ راح تكون متطابقة. حلو الكلام؟ يعني أي زاويتين متقابلة بالرأس إذا متطابقة. يا سلام، إذا راح أقول له الزاوية 1 والزاوية 2 متقابلة بالرأس، إذا إيه؟ متطابقة. يعني مقياس 1 راح يساوي مقياس 2. طيب الآن أقوم بعملية تعويض. مقياس 1 بكم؟ أشيل مقياس 1 وأحط بقيمته اللي هي كم؟ X. أشيل مقياس 2 وأحط قيمته اللي هي 228 ناقص 3X. الآن صارت في منتهى السهولة. أخلي الإعداد في طرف وأخلي المجاهيل في طرف. أسهل شيء عندي أودي سالب 3X الطرف الآخر، إيش راح تصير عندي؟ راح يصير سالب 3X لما تروح هناك راح تصير بالموجب 3X مع الإكس اللي عندي هنا، راح يصير المجموع كم؟ راح يصير المجموع 4X تساوي كم؟ 228. طيب حلوين، أنا الآن أبغى قيمة الإكس لحالها، ما أبغى الأربعة هذه. إذا كيف أتخلص من الأربعة يا شباب؟ راح أقسم الطرف الأول وأقسم الطرف الثاني على كم؟ على 4. أقسم الطرف الأول وأقسم الطرف الثاني على 4. ليش أقسم الطرفين على 4؟ عشان أنا أبغى قيمة مين؟ أبغى قيمة الإكس. إذا الأربعة مع الأربعة تروح، ونفس 228 على 4 إذا يعطيني قيمة الإكس بكم؟ ب57. ممتاز. ما دام الآن أعطاني قيمة الإكس، أسأل يا ريما،
عندك سؤال؟ ليش واحد السالب انها، طب شوفي معايا يا ريما، السالب هذه ما هي لل 228، السالب هذه تبع مين؟ تبع سالب 3x. لما تروح الطرف الاخر راح تروح بإشارة موجبة، هنا 228 مدام ما قدامها إشارة، إذا إشارتها إيه؟ موجبة وليست إشارة سالبة، هذه الإشارة اللي قدامها هنا، مو الإشارة اللي ورا، فهمتي؟ طيب نكمل الآن، إكس طلعت لي قيمتها بـ 57، ممتاز، مدام أنا عرفت إنه إكس قيمتها بـ 57، الآن باستطاعتي إني أوجد مقياس الزاوية واحد واوجد مقياس الزاويه 2 بعمليه تعويض، نجي الان ونطلع مقياس مين؟ الزوايا، نجي للزاويه واحد، الزاويه واحد كم تساوي؟ تساوي اكس، اذا شيل الاكس وحط قيمتها ب 57، اذا مقياس الزاويه واحد ب 57، نجي الان ونعوض في مقياس الزاويه 2، ما دام انه الزاويه واحد والزاويه 2 متقابله بالراس، اذا متطابقه، إذا لازم قياسها كم يساوي أيضا؟ لازم قياسها أيضا كم يساوي يا شباب؟ ب 57، ليه؟ لأن الزاوية واحد والزاوية 2 متقابلة بالرأس، وأي زاويتين متقابلة بالرأس لازم يكون الناتج نفسه، زي ما قال أحمد، لازم يكون الناتج نفسه، ممتاز. طيب حلوين. شوف السؤال اللي أمامي، بيقول لي أوجد قياس كل زاوية مرقمة في الشكل إذا كان مقياس الزاوية 3 يساوي كم؟ 55، يعني أداني مقياس الزاوية كم؟ 3، وقال لي يا حبيبي هذه تساوي 55، حلوين. يبغى مين؟ يبغى مقياس الزاوية 1 أقول له يساوي، ونبغى مقياس الزاوية كم؟ الزاوية 2 وأقول له يساوي. أسهل وحدة عندي، الزاوية 3 الآن تقابل مين بالرأس؟ تقابل أي زاوية؟ ممتازة، تقابل، ممتازة يا رؤى وممتاز يا أحمد وريما، تقابل الزاوية 1، إذا راح يكون قياس الزاوية 1 بكم؟ بخمسة وخمسين. ليش بخمسة وخمسين؟ لأن الزاويتين هذه زاويتين متقابلة بالرأس، زاويتين متقابلة بالرأس، إذا قياسهم واحد. طيب نيجي الآن نشوف علاقة الزاوية واحد بالزاوية 2. مين يقول لي يا شباب هل الزاوية واحد والزاوية 2 إيش العلاقة اللي بينهم؟ مين يقول لي؟ ما تلاحظون ان الزاوية واحد والزاوية 2 تجاور؟ ممتازة يا ريما ورؤى، ممتازين، ممتاز يا احمد، متجاورة على خط مستقيم، يعني مقياس واحد زائد 2 لازم يساوي كم؟ لازم يساوي زي ما قال احمد 180، لازم يساوي واحد واثنين لازم يساوي 180، ليه؟ لان الزاويتين متجاورة على خط مستقيم. طيب الآن معنا عندي 55، لما نطرحها من 180 إيش راح يعطيني يا شباب؟ راح يعطيني مقياس الزاوية 2 اللي هي ب 125، راح تطلع لي ب 125، ممتاز. ندخل الآن في نظريات الزوايا القائمة، وركزوا معايا في الكلام اللي بقوله. يقول لي النظرية الأولى: يتقاطع المستقيمان المتعامدان، هذا المستقيمان المتعامدان يكونان كم زاوية يا شباب قائمة؟ يكونان أربع زوايا قائمة، يكونان أربع زوايا قائمة اللي هي الزاوية 1، 2، 3، و4، فيكونان يعني أي مستقيمان متعامدان راح يكونان كم زاوية؟ يكونان لي أربع زوايا قائمة، ممتاز؟ حلو. يقول لي جميع الزوايا القائمة راح تكون ايه؟ متطابقة، يعني الزاوية 1 تطابق الزاوية 2 تطابق 3 تطابق 4، يعني جميع الزوايا قياستهم كلها واحد، يعني الزاوية الأولى ب 90، إذا 2 ب 90، 3 ب 90، 4 بكم؟ 4 ب
90. ليه؟ لأن الزوايا هذه كلها زوايا قائمة. طيب المستقيمان المتعامدان يكونان زوايا متجاورة متطابقة. طيب نشوف مع بعض. يقول لي إذا كانت الزاويتان متكاملتين ومتطابقتين فإنهما قائمتين. شوف معايا الزاوية 5 والزاوية مين؟ والزاوية 6. هذه الزاوية 5 والزاوية 6. يقول لي إذا كانت الزاوية 5 و6 متكاملتين، إذن الزاوية 5 والزاوية 6 ايش راح أقول عنها؟ إنها الزاويتين قائمتين. وعليكم السلام ورحمة الله يا نورين وائل. طيب إذا تجاورت زاويتين على مستقيم وكانت متطابقتين إذا راح تكون إيه؟ قائمتين. شوفوا معايا هنا 7 و8 متجاورة على خط مستقيم، إذا قياس 7 راح يطابق مين؟ 8. ليه؟ لأن الزاويتين قائمتين. وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد الرحيم. طيب الآن يا شباب الممتاز راح يقدر يوجد لي مقياس الزاوية 2. أعطاك الزاوية الأولى اللي هي 1 بأربعة وستين. مين الممتاز اللي يوجد لي مقياس الزاوية 2؟ يلا يا أحمد معاك القلم وقل لي كم راح تساوي مقياس الزاوية 2؟ تسعين ناقصا ممتاز إذا راح تساوي، يا سلام عليك ممتاز 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 يا أحمد ممتاز يا أحمد. أحمد إيش قال؟ اختصرها على طول، قال 90 ناقص 64 تساوي 26، وهذا كلام سليم، قال لك الزاوية هذه راح تساوي 26، لكن أفصل لكم كلامه، إيش كان يعني أحمد؟ أحمد إيش قصده؟ والله أحمد قال إن الزاوية الأولى والزاوية الثانية زاويتين متتامة. زاويتين إيه؟ متتامة، إيش يعني زاويتين متتامة؟ يعني مقياس الزاوية الأولى زائدة مقياس الزاوية الثانية راح يعطيك كم؟ راح يعطيك 90 درجة. راح يديني كم؟ 90 درجة. ليه؟ لأن هذه الزاوية الأولى والزاوية الثانية زاويتين متتامة. حلوين. عوض الآن، واحد أعطاك إياها بكم؟ 64. إذا هنا كم؟ 64 ناقصا كم؟ هذه مجهولة، يساوي كم؟ يساوي 90. الآن نطرح 90 من 64 حيعطيني قياس الزاوية المجهولة اللي راح تطلع لي بكم؟ ب 26. وممتاز كلام أحمد، كان كلام ممتاز. هذا هو الحل أمامكم، مقياس الزاوية إذا راح تساوي 26. طيب مين الآن يقدر يوجد لي قياس الزوايا المرقمة؟ أعطاك الآن مقياس الزاوية 3. مقياس الزاوية 3 كم أعطاك 3؟ وعليكم السلام يا فايزة، ب 38 ممتاز. يبغى الزاوية 4. طيب يا نورين معك القلم، يلا أعطينا مقياس الزاوية 4 كم راح يساوي؟ تسعين ناقص الرؤى، انت بعد ان شاء الله ناقصا يا ناقصا ناقصا ركزي وليس زائدا صح؟ ايوه 90 ناقصا 38 راح تساوي كم؟ تساوي 2
وخمسين ممتازة يا ريما تساوي 52. يعني كلام نورين كلام صحيح. ليه؟ لأنه هي عرفت إنه الزاوية الأولى والزاوية الثانية زاويتين إيه؟ متتامة، زاويتين 180 ناقصا كم؟ لا خلاص كلامك صحيح يا نورين، كفاية اللي كتبتيه، اللي كتبتيه كلام صحيح، اللي كتبتيه فقط كلام إيه؟ صحيح. ليه كلام صحيح؟ لأنك أنت إيش قلتي لي؟ إنه الزاوية واحد والزاوية ثلاثة والزاوية أربعة وش فيها؟ زاويتين متتامة. إذا مقياسهم لازم يساوي كم؟ 90 درجة. طيب أنت نقصت 90 من كم؟ من 38، أعطاك مقياس الزاوية المرقمة اللي هي أربعة بكم؟ ب 52، وكلامك صحيح. طيب ممتازة يا نورين، ممتازة، وعليكم السلام يا خالد. طيب الآن هذا السؤال لرؤى، هذا السؤال لرؤى يقول لي إذا علمت أن الزاوية A هي متممة للزاوية B، خلاص إذا علمت أن الزاوية A هي متممة لمين؟ لB. طيب الB بكم؟ ب 46. إذا كم راح تكون الA؟ كم راح تكون الA؟ معاكي القلم يا رؤى، يلا يلا يا رؤى. حدد الجواب يا رؤى، الجواب السؤال لرؤى. يلا يا رؤى معاك القلم، حددي لنا الجواب. ما دام قال انها متممة ايش راح استفيد من هذا الكلام؟ عند رؤى ليش يا رؤى ب 26؟ ايش السبب؟ اكتبي لي اياه في الدردشه السبب، يلا اعطيني السبب في الدردشه يا رؤى. ما دام انه الزاويتين متممه اذا زي ما قالت ريما لازم يكون قياس ال بي و A يساوي 90 صح؟ لانها متممه يعني 90 ممتاز، يعني الزاويه A قياس الزاويه A زائدة مقياس الزاوية B يساوي كم؟ لازم 90. كلام صحيح ومنطقي. طيب 90 لما نطرحها من كم؟ من 46. كم راح يعطيني الجواب يا شباب؟ كم راح يعطيني؟ 44. راح يعطيني الجواب ب 44. وضحت يا رؤى؟ وضحت الفكرة يا رؤى؟ فهمتيها يا رؤى؟ فين رؤى؟ ما هي مشكلة، لا انت ركزي دائما النقطة التامة قياسهم كم؟ أي زاويتين متتامة مع بعض راح تكون 90 درجة. طيب مع بعض الشباب هذا السؤال ويقول لي اكتب برهان ذو عمودين فيما ياتي، اعطاك المعطيات اللي عندك الزاويه واحد والزاويه ثلاثه متتامه، وداك اثنين مع ثلاثه متتامه، المطلوب مقياس الزاويه واحد والزاويه اثنين هل هي انها متطابقه؟ اثبت ان الزاويه واحد والزاويه اثنين متطابقه. اول خطوات عندي راح اكتب البرهان يا شباب واكتب المعطيات انه الزاوية واحد والزاوية ثلاثة متتامة، اثنين وثلاثة ايضا ايه متتامة. طيب انت الان لو جيت جمعت الواحد واحد زائدا ثلاثة المفروض يعطيك ليه 90، ليش يعطيك 90؟ لانها متتامة. ولو جمعت اثنين زائدا ثلاثة كم راح يعطيك؟ لازم لازم يعطيك برضه 90، ليه؟ لأن الزاويتين متتامة. طيب استخدم الآن خاصية التعويض. أقول مقياس الزاوية واحد زائد ثلاثة الأولى هذه. خلاص هذه الأولى راح تساوي مين؟ اللي تحتها اللي هي مقياس الزاوية اثنين زائد مقياس الزاوية ثلاثة. طيب لو جينا الآن واستخدمنا خاصية الطرح. خلاص؟ وديت مقياس الزاوية ثلاثة الطرف الثاني بإشارة سالبة. ايش راح يبقى عندي هنا؟ راح يبقى عندي مقياس الزاوية واحد يساوي
مقياس مين؟ الزاوية 2 صح؟ وثلاثة مع ثلاثة ايش بتروح؟ بتروح مع بعض، لأن الأولى هذه بالموجب والثانية بالسالب، إذا بتطوروا مع بعض، ويبقى لي مين؟ يبقى لي مقياس الزاوية 1 تساوي مقياس مين؟ تساوي مقياس الزاوية 2، وأي زاويتين متساوية أقدر أقول إنها إيه؟ متطابقة حسب تعريف مين؟ حسب تعريف تطابق الزوايا. نعيدها مرة ثانية. أول شيء في البرهان يا شباب نكتب المعطيات اللي هي الزاوية 1 والزاوية 3 متتامة زي ما مكتوب عندي، الزاوية 2 و3 أيضا متتامة زي ما مكتوب عندي في إيه؟ في المعطى. لو جيت الآن ما دام قال لي متتامة أجمع 1 مع 3 المفروض ب 90، ولما نجمع 2 مع 3 أيضا بكم؟ ب 90. نستخدم خاصية التعويض ونكتبهم مع بعض، مقياس 1 زائد 3 يساوي كم؟ 2 زائد 3. أسهل شيء إني أنا أنقل 3 الطرف مين؟ الآخر بتغيير الإشارة، راح يبقى في الطرف الأول مقياس الزاوية 1، وفي الطرف الثاني مقياس الزاوية 2. هذه لما تروح بتروح بإشارة سالبة، وهذه بإشارة موجبة، إذا هذه تروح مع مين؟ تروح مع اللي هنا. يبقى عندي مقياس الزاوية 1 تطابق مقياس الزاوية 2، وأي زاويتين متطابقة راح تكون إيه؟ هاي ايش سؤالك يا احمد؟ طبعا متتامة يا نورين على طول قياسها 90، اي زاويتين متتامة قياسها 90. وعليكم السلام يا مساعد، مضحك الفكرة يا نورين، على طول قياسها 90. طيب مين الممتاز؟ كيف تعرف نتيجة الزاوية 1 2؟ فين هذه؟ هو هنا ما يبغى قياسه، هنا يبغى يثبت ان الزاوية 1 تطابق الزاوية 2 يا احمد، ما يبغى يعرف نتائجها، لانه ما اعطاك اي واحدة معلومة، لو اعطاك معلومة كان نقدر نوجدها، لكن هنا ما اعطاك، بس يبغى يثبت. طيب، هنا يا شباب، مين يقدر يوجد لي قياس الزاوية 5؟ يلا يا نورين، اعطينا اياها، اكتبيها في الدردشة. 90 ممتازة، قياس الزاوية ممتازة ب 90. طيب مين هنا يقدر يوجد لي مقياس الزاوية 7؟ ها اكتبوها في الدردشة، أول واحد هو البطل، يلا في الدردشة. ممتازة يا نورين ب 53. طيب ليش ب 53؟ ليش ب 53؟ وش السبب؟ مو نفس الزاوية اللي تحت، ركز، هي متقابلة زي ما قالت لك ريما، متقابلة بالرأس مع مين؟ السبعة متقابلة بالرأس، إذا 53، إذا مقياس السبعة كم راح يساوي؟ 53، متقابلة بالرأس مع اللي قدامها، متقابلة بالرأس، إذا راح تساوي 53. طيب درسنا اليوم يا شباب اخذنا في نظريه الزوايا المتقابله بالراس، وقلنا الزاويتين المتقابله بالراس ايش فيها؟ متطابقه، زي ما احنا شايفين هنا الان الزاويه 1 تطابق 3 لانها متقابله بالراس، والزاويه 2 تقابل 4، اذا الزاويه 2 والزاويه 4 متطابقه، والسبب تقابل بالراس. وقلنا يا شباب الزوايا القوائم اذا كان عندي مستقيمان متعاددان حيكون لي اربع زوايا، هذه الاربع زوايا راح يكون قياسهم ايه؟ 1، يعني الزوايا كلها متطابقه، الزاويه 1 تطابق 2 تطابق 3 تطابق 4. اذا كانت يا شباب زاويتين متتامه راح يكون قياسهم كم؟ 90 درجه، اي زاويتين متتامه راح يكون قياسهم 90 درجه، اي زاويتين متجاوره على خط مستقيم حيكون قياسهم كم؟ 180 درجة. كيف يعني متجاورة على خط مستقيم؟ يعني بالاسلوب هذا. قال لك مثلا هنا ب 60 كم راح يكون قياس هذه الزاوية اللي جنبها اللي هي هذه الزاوية؟ راح تقول 60 ناقصا 180، ممتازة يا نورين، وراح يطلع لنا الجواب بكم؟ ب 120، راح يطلع لنا الجواب ب 120.
إذا راح يكون قياسها ب 120. ليش؟ لأن هذه زاويتين متتامة. كيف تعرف إن الزوايا متتامة؟ الزوايا المتتامة دائما تكون إيه؟ زاوية قائمة قياسها كم؟ 90 درجة بهذا الشكل. قال لي هنا 45، إذا الزاوية اللي تحت كم راح تكون؟ أيضا ب 45. قال لي قياس هذه الزاوية ب 60، اللي تحت كم راح تكون؟ راح تكون ب 30. راح تكون اللي تحت بكم؟ ب 30. ليه؟ لأنه لازم يكون مجموع الأول مع مجموع الثاني كم؟ 90 درجة. ليه؟ لأن الزاويتين متتامة. أي زاويتين متتامة قياسها 90 درجة. لفت الفكرة يا شباب؟ أحد عنده أي سؤال، أي استفسار عن هذا الدرس؟ أتمنى أنه يكون فكرة الدرس وحق الجميع، وتكونوا استفدتوا، يكون حضوركم بفائدة إن شاء الله. وأتمنى أشوفكم في الدروس الجاية يا شباب، وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.